السلام عليكم. راح نشرح النيزل كافيتي او النوز. بالبداية راح نشرح النيزل سبتم البارتس اوف ذا نيزل سبتم. هذا اللي راح نشوفه بالنموذج. النيزل سبتم راح نقسمه الى بوني بارت اند كارتليجينوس بارت. بوني بارت اند كارتليجينوس. بالنسبة للبوني بارت عندنا mainly have two this bone. This is first is perpendicular plate of ethmoid bone. Perpendicular plate of ethmoid bone. And other اللي هو يعتبع للإثمويد. And other part is this bone is separated bone, يعني single bone separated bone اللي هو اسمه vomer. اسمه vomer. Okay. هذين أهم اثنين. فقط أكو أجزاء small size تدخل بالcontribution of nasal septum اللي هنا شنو؟ هذا هو البلاتين بون. هذا هو البلاتين بون يعطينا فد سمول كونتريبيوشن. سمول كونتريبيوشن نسميه نيزل كريست اوف بلاتين بون. نيزل كريست اوف بلاتين بون. اوكي. الجزء الثاني هذا البون اسمه ماكسيلري بون. راح يعطينا سمول كونتريبيوشن نسميه نيزل كريست اوف ماكسيلري بون. نيزل كريست اوف ماكسيلري بون. اخير شيء هذا الجزء نسميه انسيزر كريست. انسيزر كريست لانه فوق الانسيزر. انسيزر اللي هنا الاسنان. بعد شنو عندنا؟ عندنا هذا الجزء. هذا الجزء اللي هو فرونتال نيزل سباين اوف فرونتال بون. نيزل سباين اوف فرونتال بون هم يسوي كونتريبيوشن بالنيزل سبتم. هذا بالنسبه للبوني بارت اوف نيزل سبتم. الكارتليجينوس بارت هو يتكون من اونلي وان كارتليج اسمه septal cartilage. هذا هو septal cartilage. اوكي. هذا بالنسبه للبوني النيزل سبتم. بعد شنو عندنا؟ عندنا external nose. external nose هم ينقسم بوني اند cartilaginous. المهم عندنا هو الكارتليجينوس اللي هن شنو نشوف بيه. هذا النيزل سبت الاكسترنال نوز ككارتليجينوس بارت. نشوف هذا الجزء اللي نسميه lateral process of septal cartilage. lateral process هو هذا septal cartilage. lateral process هي هاي اللي نشوفها lateral process of septal cartilage. اوكي. وبعد شنو عندنا؟ عندنا هذا large cartilage وهذا small cartilage. هو المفروض يكون اكثر من واحد لكن هنا بالنوم اللي كان حاطين واحد. هذا شنو نسميه major LA cartilage. major LA cartilage. وهذا شنو نسميه minor LA cartilage. minor LA cartilage. اوكي.